السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أغلى ناس في الدنيا وأحلى ناس في الدنيا؟ كل سنة وحضراتكم بخير ويسعد صباح. كل واحد عنده صباح ويسعد مساء، كل واحد عنده مساء. احنا النهاردة هو بنودع بإذن الله ومشيته سنة 2021. مع السلامة 2021. طبعا ما عرفناش نصطاد الأسبوع اللي فات، فحبينا نعمل لكم أجمل مقتطفات ل 2021 وأحلى رحلات عملتها منوعات رحال. طبعا يا شباب احنا عملنا 31 فيديو صيد سمك، من ضمنهم صيد سمك في البحر، من ضمنهم صيد سمك في البر، سمك بولتي، سمك بوري، دينيس. جمعنا لكم فيديو جميل في منتهى الجمال. نتمنى ان شاء الله ان الفيديو يعجبكم. طبعا عايزين تدعمونا باللايك، واللي لو اول مره شفنا يشترك عندنا في القناه وينضم للرحاله. تحياتي لحضراتكم، معاكم اخوكم سامح الخوالقة. مشاهده ممتعه للجميع، وكل سنه وحضراتكم بخير. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. والله العظيم يا ابو ساجده، بص انا دعيت لك دعاء صلاه النبي، ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ما شاء الله لا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يبارك. تبلع مش المهم تيجي. يعني على البركه ده بيجينا اهو بفضل الله، اللهم بارك. نقط دي نقط نقط أول استفتاح يا جماعة. الله صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا فهمنا بعد كده ان بيبقى في مرمى معين بتنزل عليه، تاخد وش الريح بطريقه معينه بريح معينه. المرمى ده بيبقى هو اللي فيه السمك. واول ما فهمنا على البركه يعني ما شاء الله انتشرنا، يعني بسم الله ما شاء الله، والسمكه خشنت في ايدينا وبدانا نصطاد بقى سمك كويس كده ونتمتع بالصيد. يعني السمكه دي مين هيجي يطلعها؟ لا اله الا الله. السمكه دي كبيره كبير عليك ولا ايه؟ لا طلع انت. طيب يلا بسم الله بسم الله. مهنا اجري اجري. انت جبت السمكه؟ الله الله جبت السمكه والله. اجري يا مهنا. السمكة مبتوشة فمعذباني. يلا حاجة يطلع لنا وتغلبناه. ملطوشة مش عارف نطلعها. ايوه شوف ده ملطوشة يعني مش واكلة. شد الخيط واطلع لفوق بالراحة. المشكلة ان العجينة بتتاكل بس ما فيش سمك بيطلع. العجينة ما بتتاكلش، انت تلاقيك بتضرب جامد عشان كده ما تحسش. دي بقى ابو الشلاطين وام الشلاطين
الحاجات كلها الحاجات. ايه يا حبيبي؟ يلا بينا. تعالى نلمهم جوه. فبصراحة وعنده مقابلة محترمة. اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم، ودي دعوة لأي حد يجرب يوم زي ده مع أسرته. تحياتي لحضراتكم. يا واد يا هندي العياشة يا ولد. ده كيلو ده يا ولد. الحتة دي كيلو. صوريها فوتو بقى اهداء لآية. محمد حسن للأسف ضيع سمك ياما، بس إن شاء الله خير، إن شاء الله خير يا كريم يا رب، استرها يا رب. الراجل ده سمك ياما والله، ربنا يجعل لك فيها خير يا رب محمد، ربنا يجعل لك فيها خير يا رب. الله يجعل لك فيها خير يا رب، الله يجعل لك فيها خير. شوف هو بيطلع السمكة بيظبط. ده احتراف بقى في صيد البوري. احتراف صيد البوري، لا إله إلا الله. غطس يا محمد، غطس بالله عليك. ما تكشفش يا محمد بسرعة بالله عليك، غطس. على مالك يا محمد بالله؟ الله يستر عليك يا رب. الله يجعل لك فيها خير ونصيب يا رب. الله يبارك لك في رزقك. ندعي للراجل عشان الراجل ده سمك ياما بصراحة. ربنا يستر عليه. ايه؟ اه شغالة إن شاء الله. يا رب يا رب يا رب. شغالة يا مستر ما تقلقش. وعمال بيزفر اهوت وبيطلع السمكة ما عندها خالص. يا رب يا كريم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عارف يا رب يا كريم. صلاة النبي، صلاة النبي، صلاة النبي، صلاة النبي، اللي جاية جاية واللي رايحة رايحة. يا رب استر، يا رب استر، استر يا رب استر. يا كريم يا رب، يا كريم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الصلاة على النبي. الله أكبر، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. والله العظيم يا أبو سجدة، بص أنا دعيت لك دعاء صلاة النبي، ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يبارك لك يا رب في رزقك. الله يبارك لك في رزقك يا رب، الله يبارك لك في رزقك. يا كريم يا رب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يبارك، الله يبارك. الله يبارك، الله يبارك في رزقك، ملطوشة ولا ايه؟ طب الحمد لله، الحمد لله. صلاة النبي يا كريم يا رب. والله أحلى محمد حسن. يومك جميل بإذن الله. طلع النبي يا روح. على مالك بس، على مالك. على مالك. أي. ما تجيب علي الملقفة علي. الملقاف على مالك، واحدة واحدة. سبع عشان كبيرة هنا اهو.
على مهلك يا موح. السمكة بدأت تكشف اه. على مهلك على مهلك على مهلك. السمكة ما شاء الله. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي. جت اه؟ انت عايز تبلعها؟ والله يا ولا حاجة يا عم من نص كيلو. تعالى عليا تعالى عليا بص يا ابني. يلا يا بطل تعالى. يلا الصلاة على النبي. يا سلام يا ابني. أحلى محمد حسن والله العظيم وأحلى محمد سعيد. يا عم الصلاة عليه. الله يجي على النهارده ورد إن شاء الله. احلى بوعطه خالص. تحيه لماجد حسن والحضراوي وكل اخواتنا الصيادين الجمال الخفاه. ان شاء الله يومكم زي الورد واحلى بوعطه خالص.